ولمتابعة التطورات في عدد من العواصم العربية نذهب إلى بيروت مع مراسلتنا دارين الحلوي، أيضا إلى عمان مع مراسلنا نايف المشاقبة، ومن العاصمة المصرية القاهرة مراسلنا أحمد مهران. أبدأ معك دارين من بيروت ونطلع منك على أجواء العاصمة اللبنانية مع خروج مظاهرات زاعمة لغزة. من معظم المخيمات، من كل مخيمات بيروت، خرج الفلسطينيون بدعوة من الفصائل الفلسطينية للتظاهر سلميا وأعلان تضامنهم مع قطاع غزة وأهالي غزة. انضم إليهم طبعا مناصري أو مناصرو عدد من الأحزاب اللبنانية، حيث وصلت التظاهرة إلى محيط مبنى الإسكوا وكانت هناك شعارات منددة بالحرب على غزة، الحرب الإسرائيلية على غزة، وطالبوا المجتمع الدولي بالتحرك والضغط على إسرائيل لوقف الحصار على أهالي غزة، وأيضا وقف إطلاق النار بعدما باتت غزة أو قطاع غزة عرضة لإبادة جماعية. لكن التحرك شهد قبل قليل بعض التوترات بين المشاركين في هذه التظاهرة. كانت هناك محاولات للالتفاف على مداخل الإسكوا، حالت دون ذلك إجراءات القوى الأمنية والجيش اللبناني، لكن عادت التوترات لتأخذ حيزا في هذا التحرك، ولكن لم تتضح بعد يعني خلفية هذا الإشكال. قام الجيش اللبناني في هذا الأثناء بضرب طوق في محيط المداخل المؤدية إلى ساحة رياض الصلح ومبنى الإسكوا لمحاولة الفصل بين أسمعك دارين بين المتظاهرين. يعني تحديداً إن لم أكن مخطئة، تحت جسر الرينج أو ميلة أو في جهة شارل الحلو يقف صحيح. المتظاهرون صحيح. يعني تقريباً بعاد عن مبنى الإسكوا يمكن القول، أو عن أحد المداخل 500 متر أمتار قليلة. نعم. طيب أنتقل تقريباً. أنتقل من بيروت إلى عمان مع مراسلنا نايف المشاقبة. نايف، أيضا نطلع منك على كيف كانت الصورة اليوم في مختلف المحافظات وأيضا في العاصمة الأردنية عمان. يعني منذ اندلاع التصعيد في غزة وفي محيطها، خرج الأردنيون هنا في وقفات ومظاهرات ووقفات احتجاجية ليلية أيضا للتنديد بالعدوان على غزة، لدعم الفلسطينيين، حتى المجتمع الدولي على الوقوف إلى جانب الفلسطينيين، حتى المجتمع الدولي على لجم إسرائيل وأيضا مناصرة الفلسطينيين. اليوم في العاصمة عمان كانت هناك كبرى الوقفات الاحتجاجية، أيضا خرجت عدد من الوقفات في مناطق مختلفة من الأردن، جميعها كانت ذات هتاف وشعار واحد، وهو دعم الجانب الفلسطيني وضرورة حماية الفلسطينيين وتوفير الحماية الدولية لهم. هذه الجهود أو هذا الموقف الشعبي هو أيضا يتناغم مع الموقف الرسمي للدولة الأردنية، والذي عبر عنه الملك عبد الله الثاني اليوم خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. الملك عبد الله الثاني أكد على أنه لا للتهجير، لا للحصار، لا للعقاب الجماعي. هذه لاءات أردنية منذ اندلاع الأزمة بين قطاع غزة وإسرائيل. ركز الأردن على أنه يجب رفض أو الحؤول دون أي محاولة لتهجير الفلسطينيين أو الدفع لهم بأن أو الدفع بهم للنزوح، مما سيخلق هذا مشكلة جديدة إضافة إلى المشكلة القائمة وهي تصاعد وتيرة النزاع. الجانب الأردني أيضا أبلغ بلينكين من أن توسيع دائرة العنف في المنطقة سيضر بجهود مكافحة الإرهاب، جهود إحلال السلام، جهود الاستقرار والأمن في المنطقة. كذلك التقى بلينكين أيضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس واستمع خلال هذا اللقاء إلى وجهة النظر المقابلة للطرف الإسرائيلي وهي وجهة النظر الفلسطيني. وفقا للمعلومات فإن بلينكين أيضا ناقش مع الملك عبد الله الثاني كيفية عدم توسيع دائرة العنف في المنطقة، وأيضا الدور الذي يقوم به الأردن في موضوع الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في المنطقة، وكيفية أن لا يتأثر هذا الدور وهذه التشاركية ما بين عمان وواشنطن والعواصم الإقليمية ذات الوزن السياسي والاستراتيجي المهم في المنطقة بمثل هذه الأحداث. الجانب الأردني أكد على ضرورة
فتح ممرات آمنة للمدنيين من أجل إيصال المساعدات والمواد الغذائية والطبية، لا من أجل إخراج الغزيين من غزة. وأيضا رفض الجانب الأردني بشكل واضح وأبلغ هذا الأمر إلى الجانب الأمريكي من أن هنالك خشية من أن تمتد هذه شرارة التصاعد إلى الضفة الغربية، ما يعني مزيد من المعاناة للمواطنين الفلسطينيين. نعم، إلى القاهرة مع مراسلنا أحمد مهران. أيضا كيف كان المشهد المصري اليوم أحمد، وماذا في آخر المواقف أيضا؟ نعم، على المستوى الشعبي هناك تفاعل واسع من المواطنين في مصر مع الأحداث المتلاحقة في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي. اليوم خرج المئات من الرجال والنساء في تظاهرة حاشدة في محيط الجامع الأزهر بعد صلاة الجمعة تنديدا باستمرار القصف الإسرائيلي واستهداف المدنيين والنساء والأطفال من سكان غزة في هذه العملية العسكرية الواسعة، ووجهوا التحية لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا القصف المتواصل. أيضا هذا التفاعل على المستوى الشعبي امتد إلى كذلك النقابات المصرية. نقابة صيادلة القاهرة أعلنت عن فتح باب التبرع لمن يريد التبرع بالأدوية والمستلزمات الطبية لإيصالها إلى قطاع غزة متى سنحت الفرصة بالطبع. المعروف أن المعبر بالطبع معطل، وإن كان مفتوحا من الجانب المصري إلا أنه معطل بحكم الأمر الواقع بعدما تعرض للقصف مرتين من الجانب الإسرائيلي. على مستوى أيضا المساعدات الإنسانية هناك العديد من القوافل أو الطائرات التي وصلت إلى مصر. هناك طائرتان قادمتان من تركيا وصلتا بالفعل إلى مطار العريش تحملان عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية والمعيشية لسكان قطاع غزة، وسيتم تخزينها في استاد العريش، وذلك بالطبع تمهيدا لإيصالها إلى سكان غزة بعد طبعا تنسيق مع الجانب الإسرائيلي. بالطبع كما هو معلوم قبل أيام كان هناك تحذير من الجانب الإسرائيلي باستهداف أي شاحنات ستتوجه إلى سكان القطاع من الأراضي المصرية، وبالتالي الموقف حتى الآن يعني معطل من الجانب الإسرائيلي. لكن الاحتياجات الإنسانية بالطبع تتزايد لسكان القطاع، وهناك المزيد من الطائرات التي من المرتقب وصولها اليوم في وقت لاحق، طائرة إماراتية وأخرى عراقية، إلى جانب طائرة أيضا وصلت بالأمس من الأردن لتحمل أيضا أطنانا من المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى أن هناك حالة استنفار لدى المؤسسات التنموية في مصر و الجمعيات الأهلية التي فتحت أيضا باب التبرع، وكذلك أطلقت حملات للتبرع بالدم لصالح الجرحى من سكان قطاع غزة. هذا هو المشهد فيما يتعلق بالتفاعل الشعبي والرسمي أيضا مع هذه الأزمة المحتدمة. بالأمس تابعنا تصريحات الرئيس السيسي التي أكد فيها ضرورة عدم تحميل الأبرياء من المدنيين تبعات هذه الحرب، وضرورة العمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع في أقرب وقت ممكن. شكرا جزيلا لكم من القاهرة أحمد مهران، وكان أيضا معنا من عمان نايف مشاقبة، ومن بيروت دارين الحلوة. شكرا جزيلا لكم.